السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى الف خير. اليوم راني جبتكم الوصفات نتاع الطبق الرئيسي اللي نزوقوا به الطابله. هذا الوصفه الوصفات نتاع محمر بالزيتون وبهذا البطاطا، جينا فريمون روعه وبنينه بزاف وسهله، سهل التحضير. تقدموها كما قلت لكم طبق رئيسي في رمضان، كسوال دي نحنا ولا في الفطر لضيافنا يكون جاي عندنا كاش ضيف ولا نديروا هذا الطبق فريمون يحمر لنا وجهنا. الوغ نروح نشوفو لي زانغيديون. نحكمو لاكوكو تاعنا، نديرو فيها مغرف كبيرة تاع سمن، دو بريفيرونس نخدمو بالسمن ماشي بالزيت وماشي بالدهن. مغرف كبيرة تاع سمن، وحدة بصل كبيرة مقطعة على الطور كيما راكو تشوفو فيها، ونزيدو عليها مورشو تاع اللحم اللي يكون عندنا هنا. هنا نسيت ما خرجتها ديجا، كان في الكونجيلاتور خرجته غير شللته ودرت بيه باسكو كنت مقلقه ما درتش حسابي تاع نخرجه من الكونجيلا ديجا افون. هي دو بريفيرونس لكن عندنا في الكونجيلاتور نخرجوه وخلوه يديكونجلا في غرده ونطيبوا به. مي بون، هنا درته فوق النار قليته غايه الغايه. هذا اللحم تاعي مع البصل ومغرف السمن كما قلت لكم نخلوه يتقلى غايه، ما نديروش كل شيء في خطره حتى يتقلى لنا. والبنون تاع الماكله هي سيكل اللحم يتقلى غايه مع البصل، عاد نبدو نديرو في الزيفيس ونمرقو. درت واحد عود قرفه، درت هنايا واحده جومبو دجاج، والزيفيس درنا شويه زعفران شويه تاع سكنجبير غير شويه، نص مغرف صغيره سكنجبير نص مغرف صغيره كركم شويه تاع زعفران وعود قرفه وشويه نتاع ساسافين داسين الحرور. وهنا نسيت باش نبين قدامكم درت نص مغرف صغيره نتاع فلفله حمراء ونمرقو توجور بالماء حامي. هذا تاني سر من اسرار الماكله باش تجيك بنينه. وكيما قلت لكم جامبو نجمو نستغناو عليه، كاين بزاف اللي ما يبغيش يطيب جامبو ولا كنور، ولا كاين بزاف اللي ما يبغيش يطيب بهم، نديرو جوست الملح. مي هذاك جامبو فريمون يزيدنا بنه على بنه. هنا نبلعو ليها ونخلوها طيب. ابغي نحكمو هنايا بلا تاعنا، ندهنوه بالدهان من بعد ما يطيب لنا اللحم نطيبوه غايه الغايه حتى يولي يتفتت لنا، نطيبوه تري تري بيان ما نخلوهش كشغل قاصح، باسكو المحمر الا كان اللحم تاعه قاصح ما يجيش بنين وما يجيش شباب. نخلوه حتى يولي فريمون هاكا ندخلو الخدمة يتفتت. نحكمو بلا تاعنا، ندهنوه بشويه دهان ونديرو اللحم تاعنا فيه، نصفوه من المرقه تاعه ونديروه في البلا. فوالا، استفتح كاع في البلا تاعي. هنا انا درت هنا المورسو تاع اللحم، ما نقولكم شحال كل واحد وشحال هو في الدار. نجمو مورسو صغير تاع اللحم ديروه، مورسو كبير تاع اللحم ديروه، ليسونسيال شحال ما نديرو اللحم التمرق تاع المرقه تاعه تكون فوقه غير شويه، ما نكثروش الماء بزاف باش المرقه ما تجيناش صامطه. ونبلعوا على كوكو تاعنا ونخلوه يطيب لنا. هنا نحكمو شويه دهان نديروه من فوق اللحم باش يتحمر لنا، باسكو غادي ندخلوه في الفوق يتحمر. هذا اللحم توجور اللحم تاع المحمر ندخلوه للفوق يتحمر، يجينا مام هذاك الشحم اللي كان فيه شويه شحم شويه كشغل يذوب لنا ويولي لنا من فوق دوغي يجي شباب. درت غير شويه نتاع الدهن ماشي بزاف. ونحكمو الزيتون تاعنا. هنا الزيتون كنا ديجا بيتناه في الماء والليم دو فوا، ولا بدلنا له الماء تاعه باش نقلع هذيك الملوحه الملاح الملح تاعه بلوتو. ونحكمو شويه من المرقه تاعنا ونديروها في الزيتون. هنا درنا الزيتون في لاكاسول، نديرو شويه مرقه فوقه فوالا، ونديروها فوق النار تزيد طيب لنا هذاك الزيتون وحده. وهنا المرقه تاعنا حنا حكمنا البطاطا تاعنا نقيناها قسمناها غير على زوج ودناها في المرقه باش تطيب غير على زوج باش ما تفتتناش، درناها في المرقه تاع هذاك الطيب.
بلعنا عليها واحد 5 مينوت 10 مينوت تدخلها طياب، ما نطيبوهاش بزاف بزاف بزاف، مي من يدخلها طياب نطفو عليها ونجو هنايا نديروها في ريسيبيون تاعنا. ابخي هذيك كي تبرد البطاطا نعاود نقسموها كشغل على زوج، هي ديجا قسمناها على زوج، هذاك المورصو نعاود نقسموه على زوج. الوغ الحبه تاع البطاطا ثالثها تكون مقسومه على 4، انا الاولى قسمتها على زوج باش ما تنحليش في المرقه وما طيبش بزاف. من هنا من بعد ما بردت نقسموها على زوج. هنا انا كانت عاده حاميه مبتدئه، تخليها حتى تبرد وتقسمها على زوج ودير الزيت تاعها يحمى باش نقلوهم. هنا درت هذه البطاطا تما باش تدي هذاك البنون تاع المرقه، فريمون جينا روعه. خمنيني ولي فريت وحدهم ولي بطاطا وحدها، من نديروها في المرقه تاعها طيبنا شويه نقلوها نعاودو نقلوها، هذيك البطاطا ناكلوها وحدها وجبينا باسكو ديجا راهي دات لنا كاع البنون تاع المرقه وتجي فريمون روعه. ونخلو هذيك المرقه تاعنا تتقل شويه كيما راكم تشوفوا، والزيت تاعنا راه يطيب. من بعد ما طابو هنا طفينا عليهم وجينا هنايا حكمنا البلاط تاعي، راني درت فيه شويه مرقه وهذاك الزيتون اللي طيبته وحده ثاني نحطه. هنا الزيتون نجمو نعوضوه باللوبيا خضراء، اللي ما يبغيش الزيتون يدي اللوبيا خضراء. انا بالزيتون جاتني روعه وبنين. حطينا هذيك المرقه، والمرقه اللي تكون قليله وبنينه ما تكونش غير ما كما قلت لكم. من بعد ما نقلعوا البطاطا تاعنا نقصوا له ونخلوا هذيك المرقه شويه تتقل لنا، ونجو هنا نحط المرقه تاعنا في البلا ونزيدوا عليها الزيتون، نزيدوا داك اللحم من بعد ما تحمر لنا في الفوق نديروه من الفوق، وهذيك البطاطا من بعد ما قليناها نديروها في لوتور. ديك البطاطا اللي تذوقوها وحدها تجينا فريمون روعه، انا الصغار بعدها حطيتها لهم وحدها جاتهم روعه وبنينه باسكو ديجا دات كاع داك البنون تاع المرقه تاعنا وزدنا قليناها تجينا ميم طريه ماشي كيما لي فخيت، دينا جو اخر. الوغ ومن الفوق نرشوا شويه معدنوس ونقدموا البلا تاعنا كيما قلت لكم، كسوا بلا رئيسي لرمضان طابله تاع رمضان ولا الضياف يكونوا عندنا ولا لينا حنايا يجينا فريمون روعه. الوغ انا راني خففت معاكم هذا الفيديو باش ما نطولش عليكم، نتمنى تعجبكم الريسيت وتجربوها ان شاء الله، وصحه فطوركم صحه سحوركم. على بروشين، سلامه.